مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، واكيد الكلام فنيا عن مباراتي اليوم سواء سيراميكا كليوباترا مع البنك الاهلي او الايسترن كومباني مع نادي فيوتشر. كابتن تامر، يعني خلينا نبدا بالحديث معاك، ولو بدانا الكلام عن سيراميكا والبنك الاهلي، الفرقتين صعد الموجودين للسنه الثانيه على التوالي في الدوري المصري، طموح السنه دي مختلفه، يعني طبعا بنشوف البنك الاهلي في المركز الرابع، سيراميكا في المركز السابع، طموح السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت، اكتسبوا خبرات من السنه اللي فاتت. بص، هما فرقتين طبعا صعدوا معاهم مغازي المحله، والثلاث فرق فضلوا في الدوري الممتاز. اعتقد السنه دي هيبقى اسهل على البنك الاهلي وسيراميكا اكتر من السنه اللي فاتت. السنه اول سنه ليك دوري بتبقى الموضوع صعب، بتبقى هدفك الاول بس البقاء في الدوري، ولكن السنه اللي بعدها بتبقى خلاص بيبقى هدفك ان انت بتجيب، تشوف النقص اللي عندك في الفرقه، بتقدر تجيب لعيبه، لان اول سنه ما بتبني فرقه، احنا شفنا البنك الاهلي جاب 23 او 25 صفقه في اول سنه، السنه اللي بعدها هتلاقيه جايب اربع خمس صفقات، لان هو لقى يعني بيحاول يجيب بيدعم للنقص اللي عنده في المراكز معينه. فانا شايف ان الفرقتين البدايه بتاعتهم جيده غير السنه اللي فاتت. بنك الاهلي شفنا البدايه بتاعته يكسب طلع الجيش، فرقه بطل السوبر، انه يكسبها 3-0 دي بدايه اكتر ممتازه. لعب يمكن ماتش ممتاز مع النادي الاهلي وخسر بصعوبه 1-0، الماتش اللي بعديه مع الاسماعيلي، والاسماعيلي محتاج لنقاط قدر ان هو يكسبه 1-0. فالنتائج لغايه دلوقتي البنك الاهلي اعتقد انها جيده، وبتخليه مؤشر ان هو لا، ده السنه دي بنك الاهلي مختلف، عايز ينافس على المربع، عايز ينافس، عاوز يبقى في اول 9 فرق في الدوري.